والاتصال هدى فرعون مباشرة من فروم الإذاعة، نستمع إليها. ما أنشأه البرنامج فخامة الجمهورية خلال العشريتين الماضيتين، لأنه ما ننساوش أنه حتى القمر الصناعي ما وصلش للمقر في الفضاء هكذا. البرنامج بدأ في 2003 لما فخامة رئيس الجمهورية أطلق مشروع غزو الفضاء الجزائري. ربما في ذاك الوقت الناس كانوا يظنوها مجرد يعني مزايدات سياسية، لكن اليوم الحمد لله الوكالة الفضائية الجزائرية بسواعد جزائرية وبعقول جزائرية تمكنت من إطلاق هذا القمر. نتمنى أن القطاع الاقتصادي راح يتبع حتى نخلق القيمة المضافة بهذه الاستثمارات. يعني على ذكر يعني هذا الإنجاز وإطلاق القمر الصناعي، يعني فيه الآن تركيز على الاستغلال الأمثل من قبل المؤسسات الاقتصادية لهذا الإنجاز، يعني بأي آليات سيدة الوزيرة؟ وإذا كنا الآن نتحدث عن تشجيع المقاولاتية خاصة بالنسبة للشباب وقطاع البريد والاتصالات السكية واللاسلكية، يعني قطاع واعد ويوفر الخدمات، كيف يمكن يعني التوفيق من أجل الوصول إلى مقاولاتية قوية في هذا المجال؟ أجل، إذا نتكلم على القمر الصناعي وعلى استغلال الأمثل له، في الواقع أهم شيء مع القمر الصناعي 5.1 هو تأمين المواصلات الوطنية، لأنه إذا كان الألياف البصرية مهمة جدا للتدفق العالي، إلا أنها مهما كانت ومهما تعددت كيلومترات وكيلومترات الألياف يبقى أنه ممكن تنقطع، يكفي أن يكون إشغال، ممكن يكون فيضان، ممكن يكون أي حادث وتنقطع الألياف البصرية. وإذا انقطعت على مقر سكني راح يكون فيه تذمر للناس، لكن مش مشكل اقتصادي. لكن في حالة انقطاع الاتصالات على مركز البريد مثلا أو مركز البنك أو على مؤسسة استراتيجية أو الأمن الوطني، فممكن يحدث أزمة اقتصادية. اليوم نستعمل أول استعمال للقمر الصناعي إن شاء الله راح يكون بوضع شبكة موازية للألياف البصرية في المناطق الاستراتيجية، يعني كل مقر استراتيجي في الجزائر سواء مقرات مصالح الأمن أو البنوك، بريد الجزائر، اتصالات الجزائر كذلك، مقرات الاستراتيجية كلها راح يكون عندها اتصال موازي يدعم شبكة الألياف البصرية حتى يكون تأمين تام للمواصلات. كذلك هناك ربما استنزاف للخزينة العمومية في توصيل بالشبكة لمؤسسات التربية والتعليم، للمؤسسات الاستشفائية. هناك مئات الآلاف من المؤسسات اللي تقدم خدمة عمومية عبر التراب الوطني، اللي أصلاً بسط شبكة الألياف البصرية مكلف جداً، صيانتها مكلفة جداً، والتدفق عبرها كذلك مكلف. الكومسات واحد هو كان استثمار ضخم من الخزينة العمومية، الآن يمكن أننا نسترجع هذا الاستثمار وأكثر من ذلك إذا كان فقط نوصل كل مراكز التربية مثلا، كل مراكز الاستشفائية، ونخلق يعني شبكة توصلها كلها وتسمح بالمرور إلى التربية الرقمية، إلى الصحة الرقمية بتكلفة زهيدة بالنسبة للخزينة العمومية، اللي خاصة في الظروف الحالية صعب ما أنها تتكلف بها، وفي ذات الوقت تتكلف بالجانب الاقتصادي. في هذه الأيام في الوكالة الفضائية الجزائرية هناك تجارب اللي شفنا منها في ولاية تمن راس يوم الخميس، أول تجربة فعلية، مازالهم من الشهر جوان ربما جويليا يديروا تجارب أخرى حتى يكدوا من سلامة كل التجهيزات الموضوعة على الساتل. لكن بالموازاة مع ذلك هناك تقنيين في اتصالات الجزائر الفضائية اللي هم بصدد إعداد دراسة تقنية لكيفية يعني التكلفة، كيفية بسط شبكة فضائية في كل مراكز التربية والمراكز الاستشفائية، على مع اعتماد التصنيع في الجزائر لتجهيزات التوصيل، أي أنه القمر الصناعي جزائري، لكن نتمنى كذلك أنه هوائيات المقعرة لتوصل وكذلك تجهيزات التوصيل يعني للمودم يتصنعوا في الجزائر. وهناك دراسة بين اتصالات الجزائر الفضائية ومؤسسات عمومية تابعة لقطاع الصناعة حتى نجهزوا انطلاقا ربما في الثلاثي الأخير من هذه السنة تصنيع محلي، وكذلك وصل كل المؤسسات العمومية عبر التراب الوطني
من أجل الاستفادة من القمر الصناعي الجزائري في مجال الخدمة العمومية. يبقى المجال التجاري كذلك يبقى على اتصالات الجزائر الفضائية أنها تجد زبائن للاتصالات الفضائية، أنها كذلك تطور خدم عروض تجارية للتلفزة الرقمية عبر الانترنت الفضائية، أنها ربما تطور عروض أخرى لكل الخدمات المضافة بالنسبة للشركات الاقتصادية. يبقى هذا مجال تجاري نتركوه للمكلفين بالتجارة. ياسين مغروس عن القناه الثانيه. صباح الخير عن المزيره الشروع في استغلال التجاري لهذه القمرات والمصارف بالنسبه لخدمات الانترنت. وكسؤال ثاني، في الاونه الاخيره كاين مراودات تعمل على تصنيف الجزائر في المستويات الدوليه بالنسبه لخدمات الانترنت، ما راح نكون على هذه المراودات وكيف تسير بالنسبة للسؤال الأول، ما نقدرش نعطيك تاريخ محدد بما أنه العمل التقني لمهندسي وكالة الفضائية الجزائرية ما زالوا جاري. إذا كان كل يعني الفحوصات تمت 100% ناجحة في نهاية شهر جوان خلال صائفة 2018 راح ينتهي من التجارب ويقدر يدخل حيز الخدمة. نتمنى أنه ما يكونش تعقيدات تقنية، لكن على أقصى تقدير مع الدخول الاجتماعي المقبل راح يكون جاهز للاستعمال. ويبقى لمهندسي وكالة الفضاء والوكالة الفضائية الجزائرية أنهم يأكدوا هذه التقديرات. سؤالك الثاني يخص تصنيف الجزائر والتدفق. والله نصف السؤال ماهوش صحيح، لانه سالتني لماذا انخفض التدفق في السنوات الاخيره. والله التدفق لم ينخفض في السنوات الاخيره ابدا، على العكس عدد المشتركين في الانترنت في الجزائر زاد، عدد الموصلين بالشبكه زاد، حجم التدفق سعه التدفق عبر الكابل البحري سيميويكات اللي يربط العنابه باوروبا ضعف، لكن استعمال سعة تدفق الانترنت زاد. وكذلك البنية التحتية تتطلب صيانة. نعطيك مثال، في ولاية العاصمة في الجزائر العاصمة الشبكة يعني شبكة الكيلومتر الأخير، شبكة اللي توصل المواطن بجهاز الانترنت جهاز المصان، لم أنشئت في خلال آخر التسعينات بداية الألفية. في ذاك الوقت كان يعني النظرة للإنترنت على أنها ربما استعمال المواطنين لن يتجاوز تدفق 1 ميجا، كان يعني يعتبر 1 ميجا هو يعني تدفق عالي، ولذلك الشبكة بسطت بهذا المنظور. اليوم لما تزيد التدفق في الأمصان مستحيل يوصل للزبون، لابد أنه كل الشبكة تماماً نقوم بإعادتها، يعني إعادة ليس فقط صيانتها ولكن إعادتها تماما. إلا أنه ولاية الجزائر العاصمة خاصة في المدينة الداخل كما تعرفوا كاين طرقات، كاين أشغال عمومية، كاين يعني صعب جدا أنها تتغير الشبكة في خلال شهر أو شهرين. العمل بدأ في 2017 ومازال قائم، لأنه حتى نوقفوا الإنترنت في حي ولا في شارع ونقوموا بإعادة تهيئة الشبكة راح يسبب يعني تذمر كبير من الزبائن. لذلك يقوموا المهندسين في بعض الأحيان بالعمل ليلا، في بعض الأحيان ينتظروا أيام العطلة، في بعض الأحيان يخدموا ليس شارع بشارع ولكن مبنى بمبنى. ما ننساوش أنه كذلك هناك التصريحات من مديريات الأشغال العمومية من الولاية كذلك لتأخذ وقت. إعادة تهيئة شبكة ولاية الجزائر ممكن تأخذ حتى لسنة. خلال هذا الوقت، خلال الوقت اللي يقوموا به بالصيانة، أكيد أنها الناس تظن أنه الوضعية هي تتدهور، لكن على العكس رانا نعملوا على إعادة على تحسين الخدمات. للأسف ما يمكنش، ما عندناش يعني عصا سحرية باش توقع في ليلة واحدة. لكن لما نروحوا لمناطق أخرى، مثلا نروحوا ولاية من ولاية الجنوب مثل ولاية إليزي ولا تمنراس لأني زرتهم مؤخرا، الجمهور ممكن تسألوهم، كل الناس
يعني يستحسنوا وضعية شبكة الاتصالات، لأنها على عكس شبكة الجزائر العاصمة شبكة حديثة، ما كانش شبكة قديمة نقوم بإعادتها. كل شخص عنده الانترنت في الدار، الكابل من الألياف البصرية وجديد، لذلك نوعية يعني سعة التدفق والتذبذب ما كانش، كل شيء يعني جيد مقبول. هذا الاختلاف بين الولايات هو اللي أدي أنه يكفي أنه 10% و15% يتذمروا حتى نتصور أنه الوضعية عامة والتدفق منقص في الجزائر، هذا غير صحيح. كان هذا جزء من مداخلة وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات هدى